شهر عاشور ما مثلك شهر بك ظل سجاد دل على انفطر السلام عليكم. على جميع الذين يمرون بالقضية الحسينية شعائريا وبالذات من خدام المنبر الحسيني شعراء خطباء رواديد أن يقفوا طويلا مع هذه المحطات والمنازل، فإنها وضوء الطف ومقدمات خلوده وذكره، ليال مليئة بالحوادث والأحداث وساعات متخمة بالنصرة والخذلان ولحظات مزجت بين الحزن القادم والفرح المنتظر والجرح النازف والشفاء الأبدي. نعم هي كذلك، ولا زال الركب يجد المسير على طريق الرسالة. فبعد أن خرج من بطن عقبة يوم الأربعاء 23 ذي الحجة عام 60 هجرية فجراً وصل إلى منزل مياه عرب واستسقى منها وتركها قاصدا منزل وقاصة التي تبعد 42 كيلومتر، بعد أن أقام الإمام الحسين عليه السلام صلاة الظهر فيها خرج منها متوجها إلى شراف قطعا مسافة 18 كيلومتر وقضى ليلته هناك، وكان يسأل كثيرا عن أخيه أبي الفضل العباس عليه السلام ويحثه أن يستزيد من الماء، ولا أحد يعلم ما الذي دعاه إلى ذلك، فما كان من العباس عليه السلام إلا السمع والطاعة، وبقي على هذا الحال حتى مطلع الفجر ليبدأ بيوم جديد وخطى جديدة على طريق الرسالة.